بيان ناري جدا من شيخ الأزهر على ما حدث لهذه الدولة العربية الشقيقة. ننشر التفاصيل. وأول تعليق من مسؤولين مصريين على صور إعلانات الجزيرة بالقاهرة. وعاجل البنك المركزي هيحسم الجدل حول العملات البلاستيكية قريبا. ننشر التفاصيل. وعاجل الحكومة تكشف حقيقة نقص السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق. وبيان عاجل من الداخلية بخصوص تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وأول تعليق من مسؤولين مصريين على صور إعلانات الجزيرة بالقاهرة. علقت النائبة هند رشاد أمينة سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري على الصور المنشورة لإعلانات قناة الجزيرة القطرية في القاهرة. وقالت رشاد في تصريحات لصحيفة القاهرة 24: العلاقة بين مصر وقطر لا تشهد أي مشكلة في الوقت الحالي، خاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية معه. أضافت: العلاقات الخارجية لمصر تتحدد وفقا لرؤية الدولة المصرية، ولا يوجد أي خلافات مع قطر في الوقت الحالي. تابعت: في فترة ما كانت العلاقات بين مصر وقطر ليست على أفضل حال، وبالتالي لم يكن مرحبا بقناة الجزيرة ولم يكن لها تمثيل في مصر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية هي المسؤولة عن تحديد استئناف العلاقات مع قطر. أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات أن الجزيرة لم تقدم طلبا رسميا لعودة مراسليها ولم تطلب اعتماد مراسليها في مصر. ونشر مغردون صورا للإعلان الذي يبشر بانطلاقة جديدة لقناة الجزيرة على كوبري اكتوبر الذي يمتد من وسط القاهرة إلى حي مدينة نصر شرقي العاصمة بعد نحو 8 سنين من إغلاق مكتبها في مصر. مصدر معانا كان من القاهرة 24. طبعا مفاجأة كبيرة إن احنا نلاقي صور لقناة الجزيرة أو إعلانات على كوبري اكتوبر لقناة الجزيرة، مفاجأة يعني غريبة جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان ناري جدا من شيخ الأزهر على ما حدث لرئيس وزراء العراق. وأدان الأزهر الشريف بأشد العبارات محاولة اغتيال مصطفى القاذمي رئيس مجلس الوزراء العراقي فجر يوم الأحد. أكد تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمن واستقراره. ودعا الأزهر الشريف جموع العراقيين للوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه وتفويت الفرصة على أصحاب النيات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. يعني هذا كان تعليق شيخ الأزهر الشريف على ما حدث لمصطفى قاذمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. ربنا يحفظ العراق شعبا وبلدا وأرضا وقيادة بإذن الله، لأن يعني الشعب العراقي شاف كتير جدا، يعني بقاله سنين شايف الويل. ربنا إن شاء الله يعني يرجعه بخير ويرجعه لحضن الأمة العربية بتقدم وازدهار بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. البنك المركزي هيحسم الجدل حول العملات البلاستيكية قريبا. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن البنك المركزي سيحسم خلال أيام الجدل حول العملات البلاستيكية الجديدة من خامات بوليمر من فئات 10 جنيه والتي كان من المفترض طرحها في نوفمبر. ذكرت مصادر مطلعة بالبنك المركزي لصدى البلد أن عمليات إصدار العملات البلاستيكية لفئة 10 جنيه
ستتم بالتوازي مع ورقة البنك نوت التقليدية دون الإخلال باحتياجات الأسواق منها. أكدت المصادر أن عمليات إصدار الجيل الجديد من العملات يستهدف الحفاظ بصورة كبيرة على شكل العملة المصرية باعتباره جزء من الهوية الوطنية. أوضحت أن عملة 10 جنيه من خامات بلاستيكية بوليمر تمتاز باستدامتها ومقاومتها للتلف أو نقل الأمراض الفيروسية والأتربة، بالإضافة إلى أن العمر الافتراضي لها يصل لثلاث أضعاف عمر العملة التقليدية، بخلاف مواكبة التطورات العالمية بتقنيات أكثر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين. حسب التقارير الرسمية الصادرة من بنك المركزي المصري، فقد بلغ قيمة طباعة وتداول عملة 10 جنيه 5.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بتراجع قدر ما يقارب 302 مليون جنيه عن شهر يوليو السابق. وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري اعتزامه البدء في طرح عملات بلاستيكية مطلع نوفمبر الحالي، مؤكدا أنه سيتم البدء في طرح عملة من فئة 10 جنيهات كبداية. مصدر معنا كان من موقع صدى البلد المصري، إن شاء الله منتظرين يعني هذه العملة الجديدة البوليمر، مستنيينها يعني جدا بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، الحكومة تكشف حقيقة نقص السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما نشر من أنباء حول نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، حيث تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء. أكدت أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية. شددت الوزارة على توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضار والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض ولضمان استقرار أسعارها. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان تعليق الحكومة على أنباء لا صحة لها يعني شائعات نشرت بشأن أن في نقص في السلع والمنتجات الزراعية بمختلف أنواعها. هذا طبعا الكلام يعني خاطئا 100%. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الداخلية بخصوص تعرض إحدى الفنانات لمحاولة قطف. أصدرت وزارة الداخلية المصرية يوم الأحد بيانا نفت فيه ما تم نشره على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة قطف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب. قالت الوزارة في بيان إن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين الفنانة المصرية مي حسن وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة. أضافت أن الفنانة همت بالنزول من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير، فيما طلب الثاني استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة. أكدت الداخلية أن الطرفين تنازلا عن بلاغهما. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعا أخبار نشرت عن أن يعني الفنانة تعرضت لمحاولة قطف، والموضوع ده صرحت به في بعض الوكالات الإخبارية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري بيأكد على أهمية مواصلة الجهود للدفع بالعلاقات المصرية الأمريكية. شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية مواصلة الجهود للدفع قدما بالعلاقات المصرية الأمريكية بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين. حسب بيان وزارة الخارجية المصرية، فإن تصريح شكري جاء خلال لقائه أعضاء البعثة المصرية في واشنطن على هامش زيارته الحالية للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا. وينطلق الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا ويستمر على مدار يومين بمشاركة شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.
أوضحت الوزارة أن الحوار سيتناول جميع أوجه العلاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين، فضلا عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أنه من المقرر أن يتلقى الوزير شكري نظيره الأمريكي بلينكين وعددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ويعقد لقاءات مع ممثلين عن أبرز مراكز البحث والفكر. فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنه من المقرر أن ينضم إلى الوزير بلينكين مسؤولين كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، ويلقي كل من بلينكين وشكري تصريحات علنية في بداية الحوار. أضافت أن الوفد بعد إذن سيناقش قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية. وتابعت أن مصر شريك حيوي للولايات المتحدة، مشددة على التزامها بتقوية الشراكة بين أمريكا ومصر، والتي استمرت 40 سنة من خلال تعزيز التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان وتنمية علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات الثقافية المهمة. وأشارت إلى أن هذا الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة للنهوض بكل مجال من مجالات التعاون هذه لتحسين حياة الأمريكيين والمصريين على حد سواء. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا ومهم في مصر. افتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم في النصف الثاني من العام المقبل. خلي بالك، أكبر مصنع من نوعه في العالم مصنع مصري، وأعلنت مصر عن تطوير وإنشاء مشروع مصنع غزل واحد الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، مشيرة إلى أنه حال انتهاء الأعمال الإنشائية للمصنع مطلع النصف الثاني من العام المقبل. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مصر خلال اجتماعه مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج إن تطوير وإنشاء هذا المشروع سيتم على مساحة 62,500 متر، تنفيذ شركة جاما للإنشاءات، وبقيمة تعاقدية تبلغ 780 مليون جنيه. أكد ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليار جنيه، وذلك تمهيدا لتركيب الماكينات الحديثة جاري توريدها من كبرى الشركات العالمية. وتضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه، تنفيذ الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022. وبالنسبة لتطوير مصنع غزل 6 تبلغ مساحته 17.7 متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية تبلغ 216 مليون جنيه. إما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة تعاقدية تبلغ 1.1 مليار جنيه. مصدر معانا كان من بوابة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى الخير إن شاء الله لمصر ولجميع المصريين، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، متقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج. تحية طيبة لي، وأشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.